سعداء اليوم باش نشاركوا في الاحتفالات ديال عيد الميلاد ديال مولاي الحسن ولي العهد، الله يحفظه ويطول عمره. حنا فرحانين بزاف، انتم كتشوفوا ما شاء الله الفولكلور من جميع انحاء المملكه، الفنانين، المثقفين، الصحفيين، الجمهور غفير، وهذا يوم سعيد اننا نحتفلوا مع ولي العهد الله يطول عمره. وبهذه المناسبه غادي نقول له الله يبارك عمر سيدي. سنة حلوة يا مولاي، سنة حلوة يا مولاي، سنة حلوة يا مولاي، سنة حلوة يا مولاي. Happy birthday to you مولاي الحسن، Happy birthday to you مولاي الحسن، Happy birthday to مولاي، Happy birthday to you. مساء الخير، نحن سعداء بهذا وجودنا في هذا الحفل البهيج، الحفل الغالي علينا، مناسبة ذكرى 16 لعيد ميلاد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن. هذا حفل ديال المغاربة جميعا قاطبة، كنشوفوا مجموعة ديال الفرق الموسيقية والفولكلورية اللي كتحتفل بهذه المناسبة، وأنا بهذه المناسبة كنهدي هذا الموال إلى صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن. وساعدتك من الأيام، وساعدتك من الأيام يا مولاي أربعة، العز والنصر والتمكين والظفر. بهذه المناسبة الجميلة، مناسبة ذكرى ميلاد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، خوكم عادل الميلودي كيحيي من هذا المنبر، كيقول ليه عيد ميلاد سعيد وجويوز انيفيرسير وهابي بيرثدي تو يو، وتحية كبيرة للمغاربة كاع وكاع اللي فرحانين معاك مولاي الحسن، المغاربة كاع فرحانين معاك، وعاش الملك أحسن ملك في العالم محمد السادس، كل شيء ديال الله. شوف تيفي تا الصباح. بطبيعة الحال فالتواجد ديالنا اليوم هو في عيد ميلاد مولاي الحسن، فالإخواني ننظموا هذه التظاهرة من أجل الاحتفال بهذه المناسبة اللي هي غالية على كل على جميع المغاربة. وبطبيعة الحال ككل مغربي فجيت باش نشارك أنا كذلك في الاحتفال ديال عيد ميلاد مولاي الحسن، اللي تنتمناو ليه بهذه المناسبة عيد ميلاد سعيد وإن شاء الله بالمزيد من الازدهار والتقدم إن شاء الله. السلام عليكم ومبارك بشركم. حنا في هذه المناسبه ديال احتفال ذكرى ديال ميلاد ولي العهد مولاي الحسن، وتنهنئوا سيدنا محمد السادس اللي طولنا في عمره والشعب المغربي. حنا اليوم فرحانين بهذا النهار هذا وبهذه العواشر هذه وبهذه الايام ديال رمضان، حنا جي سعداء ونتمنى الله تا طول العمر والشعب المغربي كله فرحان، وتنهني الشعب المغربي والاسره العلويه. كما جرت العاده فهذه مرة ثانية باش حنا كنحتفلوا الجمعيه ديالنا، الجمعيه المهنيه لممول الحفلات بالمغرب، كتحتفل بهذه الذكرى اللي هي عزيزه على كل المغاربه، ذكرى ديال عيد ميلاد صاحب السمو الملكي الامير جليل ولي العهد. فالحمد لله جميع الفروع ديالنا حضرت معنا هنا في مدينه الرباط، وجابت معها عده فروق، فروق اللي كتمثل جميع مختلف فروق فولكلوريه من جميع المملكه. فالحمد لله لقى واحد النجاح، نجاح كبير، وكل المغاربه وكل الناس وسيرتو الناس ديال العاصمه كانوا جد فرحانين، وكانوا زعما كاين حتى هما سعداء باش يشوفوا هذا الحفل البهيج اللي هو كما قلت في الاول عزيز على المغاربه كاملين. فمبروك على ولي العهد ديالنا، وان شاء الله 100 100 100 سنه ان شاء الله، وهنيئا لسيدنا. وهذا كله درناه حبا لسيدنا والولاء والاخلاص ليه.